أتى يجب الاغتسال الغسل. دبشاش تخم غسلر قشتهور. إذا أسلم الكافر لابد يغتسل. جورر دينم خحانا وج إسلام رقشتانا وج قتوخوا بغسل جنر. أي إنسان مسلم يموت لابد يغسل إلا الشهيد. أو دقبس تخور مسلمانم دنيا مخجانا وج عار بغبس جنو غسل قتوخوا شهيدم قجنم جا. المرأة إذا طهرت من الحيض أو النفاس لابد تغتسل. أو دقبسو تخبزر تخبزم قششيش زمانم يه تخبزر لخوانا وج أبي يسرق أو فأنا وج أبي يوجج غسر قشتانو قطوخوا. نعم إذا خرج المني السائل الأبيض الذي له رائحة ويحصل بعده تعب للجسم هذا لابد من الاغتسال سواء كان مستيقظ أو نائم. أو دقبسو تخخم تخخم منيقي جامة جياوي ريخ يم جياوي ريخ عرقي جامة بغسل قطوخوا. نعم وكذلك الجماع. أو دقبسو تخخمرا تخخر تخبزم يغسامة أبيج غسل قطوخوا.